الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الأخوات المتتبعين ديال هدى تي في، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة هذا تواجدوا في جبال الظلال، جينا من مراكش تلبية للطلب ديال واحد العدد ديال الأسر اللي اتصلوا بنا كذا من مرة، لأنهم شافوا الصفحة وشافوا الخير اللي تقوم به مؤسسة هدى تي في بفضل التعاون ديالكم وبفضل المساهمات ديالكم، فنسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فجينا الإخوان، احنا باقين في الطريق، منطقة طريق واعرة شي شوية من مراكش إلى هذه المنطقة، استغرقنا في الرحلة 10 ديال الساعات، ولحد الآن مازال ما وصلناش، باقي عندنا الطريق لأن الجبال سبحان الله، شوفوا الجبال فيه طريق واعرة. فهاد الناس هادو الطلب ديالهم الوحيد هو توفير الماء الشروب فقط لا غير، رغم الفقر، رغم أنه ما عندهمش إمكانيات، ما عندهم فلاحة، ما عندهم زراعة، تعتمدوا فقط على بعض تربية بعض الماشية كالماعز والخرفان. فالهم الوحيد ديالهم هو الماء الشروب، ما عندهم سبحان الله تعالى. فطلبوا منا ان نجيو نديروا لهم واحد الزيارة، حنا جينا درنا الزيارة، حنا في الطريق ان شاء الله نوصلوا لهم باذن الله، لان باقي المسافة طويلة، باقي قدامنا واحد الساعتين ان شاء الله تعالى. فنتمنى والله ان يوفقنا الله ونلبي لهم الطلب ديالهم، نحفر لهم شي بئر ان شاء الله، فلما نقربوا لهم الماء الشرب ان شاء الله باذن الله. هذا الشيء كله ممكن بفضل التعاون ديال الناس المحسنين والناس التي يحبوا الخير، فنسال الله تعالى يوفقنا جميعا يا رب لما فيه خير البلاد والعباد. فكما تشوفوا الاخوان سبحان الله، لا طير يطير ولا لا وحش يسير ولا طير يطير، فقط الجبال والخلاء. حتى سبحان الله بغينا غير شي حد نتكلموا معاه والو، حنا والله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى يوفقنا ان شاء الله نوصلوا عند هاد الناس، ونتمنى من الله من بعد وغادي نحطوا الفيديو ديالهم ان شاء الله تعالى، يوفقنا الله اننا نقدموا لهم المساعده ونحفروا لهم شي بئر ان شاء الله، ونجيبوا لهم الماء الشرب. كل شيء ممكن بفضل التعاون ديالكم وبفضل المساهمات ديالكم، تعاونوا معنا مؤسسة هدى تي في تقوم بهذه الأعمال، حتى إن شاء الله كل شيء يكون بخير على خير. وبارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.